بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بصوا بصوا حبايب قلب، الملوخية الخضراء الجميلة الحلوة، ايه رأيكم؟ ولا الفراخ البلدي المحمرة، ولا المخلل الجميل الحلو بتاع الحاجة، ايه رأيكم في اكلتنا النهاردة؟ سهلة وبسيطة وما بتاخدش منك وقت، كل حاجة موجودة في البيت بتخلص على طول. هنقول يلا بينا على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس، وماما برضو على الفيس، ونشوف كل جديد ونشوف كل حاجة حلوة. يلا بينا على المطبخ حبايب قلبي. عاملين ايه؟ مساء الخير ومساء الهنا ومساء السعادة وكل حاجة حلوة على الناس الجميلة. بصوا يا قلبي، دي الملوخية الخضراء معانا. الملوخية الخضراء بصوا، بنضرب في الخلاط وبنضرب في الكبة وبنعمل كل حاجة وبكل الطرق، بتبقى حلوة وجميلة، بس لما بتخرطيها بالمخرطة ليها طعم تاني خالص، بتبقى ليها طعم كده خطير وجميل وحلو قوي 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 قوي. ماشي، احنا دلوقتي كده جبنا كيلو ملوخية خضراء، خرطناه بالمخرطة زي ما انتوا شايفينها حلوة ازاي، وحطينا واحنا بنخرط معاها قرن فلفل حراق حسب ما انت عايزة، عايزة بقى رومي، عايزة حراق، بس قرن فلفل حراق معاها. وبنحط عليها بعد ما بتتخرج كده في الخرطة الأخيرة حبة بيكنج باودر صغيرين جدا، بيكنج باودر بتاع الطعمية مش كربوناتو، لا كربوناتو بتاع الطعمية مش البيكنج باودر بتاع الكيكة، كربوناتو اللي بنحطه على الطعمية. بصوا بتعمل زي عرق ازاي فيها، شايفين؟ بصوا بتعمل ازاي. بس خرطناها شوية وخرطناها كويس جدا وبقت حلوة اهي معانا، وبصوا الجمال وخضرة ازاي. طبعا انا مش هستخدم الكيلو ده كله، هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا جبت حته تومه اهيت، على شويه سكر صغيره، على هنا حبه كزبره. ماشي، المفروض بحط واحده مرقه، بس انا عشان عندي شوربه بتاعت الفراخ اللي هي الشوربه البلدي، حلوه وتحفه وطعمها خطير. وفي بقى ايه الجديد؟ بهارات اسمها بهارات الملوخيه، الباكت ده حلو قوي وبيخليها جميله جدا، بحطها عليه زي ما انتم شايفين كده. ماشي، كل ده كده يتقلب مع بعضه اهو، بحط عليها الشوربه. وتعالوا هوريكم واحنا لما نحط الشوربه هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو يا قلبي، بصوا بصوا حلوه ازاي. احنا هنا عندنا الشوربة دسمة وجميلة، هنعمل ايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم؟ بصوا الشوربة، احنا ولا حاطين سمنة ولا حاطين حاجة، بصوا الشوربة دسمة ازاي. دي شوربة الفراخ البلدي اهي، ايه رأيكم؟ بصوا بحطها كده، ما بحطش طماطم يا جماعة، ما بحطش اي حاجة، ده بس بالمنظر ده كده. دول اللي انا حطيتهم، تتقلب بقى كده ونروح نجيب الملوخية ونحطها. عذرا بقى علشان البرد وبلاوي اهو. بصوا بقى هنا اهي، نقلبها بقى كويس جدا كده مع بعض. انا مش هاخد الملوخية دي كلها، انا كده هحطها واحط عليها شويه الشوربه تاني، اظبط شوربتها وتاخد غلوه، وهاخد منها على قد الاكل، والباقي هشيله في قلب الثلاجه في الفريزر، وقت ما احب هطلعه هطلعه اهو. شايفين؟ تغلي بقى. ما بنخففش قوي، بس لما بنيجي بقى نعملها للاكل، اي شويه شوربه عندك تزودي بيها. احنا دلوقتي كده هوريكم، تاخد غلوه، نولع عليها النار، تاخد غلوه ووريكم الملوخيه وجمالها، خليكم معايا. يا مساء النور والهنا ومساء السعاده اهو. بصوا بقى بتغلي ازاي الفراخ البلدي يا جماعة، الاكل معاها تحفة. بصوا بقى هنا حطيت حتة تومة اهي، على معلقة سمنة، بصوا الجمال، نقللها كده
ادي الملوخيه وطشه الملوخيه، وادي الملوخيه وجمالها، وبصوا الحلاوه بتاعتها، وبصوا تقلها، وبصوا الخضار بتاعها، بصوا خضره ازاي، بصوا جميله اهي. يا سلام سلام على الملوخيه وجمالها يا بشر، ولا طشه الملوخيه وجمالها. ايه ده، اوعى وشك بس. احنا بقى خلي بالكم من حاجه، احنا دلوقتي ما بنحطش الكزبره الا لما الثومه تصفر، ما نحطش الكزبره في الاول، هتمرر معاكي هتبقى مش حلوه وايه وهتسود مني. انا دلوقتي كده اصفرت معايا الثومه، اخد احط الكزبره اهي، عشان تخلي حياتك منوره. ايه رايكم تحمر بقى معانا، تكون الملوخيه الجميله غليت الغلوه بتاعتها الحلوه، هاخد منها على قد ما هناكل والباقي يتشال. عرفتوا ان كل حاجه يعني حلوه في البيت اهي، يعني الملوخيه دي لما تغلي دلوقتي كده اهي، بصوا جمالها كده، انا اطفي عليها تبرد احطها في الاكياس، وانا عندي هنا هو عشان احنا طبعا عايزين ناكل ملوخيه، ادي الطشه بتاعتها. هعمل ايه بقى وهي كده شغاله؟ هنقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، بصوا الطعام وبصوا الجمال. ايه رايكم في الملوخيه الجميله دي؟ تعالوا يلا اتفضلوا كلوا معانا، ونغرف بقى الملوخيه ونحمر الفراخ، واوريكم بقى كل حاجه حلوه. ماشي، خليكم معايا. ايه رايكم بقى في الحلاوه والجمال ده؟ يا رب كده يكونوا استفدتوا بالطبخه البسيطه الجميله اللذيذه الحلوه اللي كل الناس صغير وكبير بيحبها، الملوخيه، الملوخيه البلدي الجميله مع الفراخ البلدي مع المخلل الجميل البيتي مع العيش. مش لازم رز يا جماعه، في عيش، في اختراع اسمه عيش، ناكل بالعيش بس. يلا بألف هنا وشفا على كل اللي شاف، وألف هنا وشفا اللي هياكل، وإن شاء الله كده نشوفكم في كل جديد وفي كل حاجة حلوة وسعيدة. تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس، ونشوفكم في الهنا وفي السعادة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.